هوذا يمر علي ولا أراه، يجتاز بي فلا أشعر به. كل واحد في حياته ممكن يقول الآية دي، يقول ربنا عدى جنبي ما خدتش بالي، ربنا عدى عليا وأنا ما حسيتش بيه. يعني كان في موقف، كان في رسالة، كان في تاتش، لمسة واضحة قوي، بس أنا للأسف ما خدتش بالي. دي بقى الموضوع اللي احنا عاوزين نحكي فيه شوية، لأن لو الواحد فينا بقى مركز قوي وبيلقط لمسات ربنا، بيشوف ربنا، بيحس بيه، هتبقى حياته مختلفة، هيتغير بسرعة، هيفهم أكتر، هيبقى فرحان على طول. لكن كلنا بنرجع نقول هوذا يمر علي ولا أراه، عينيا مقفولة مش بشوف. اللي بيخلينا يا جماعة مش بنشوف ربنا القريب قوي، ربنا قريب قوي، يقول في وعظته معلمنا بولس: ليس عن أحد منا ببعيد، بل لأننا به نحيا ونتحرك ونوجد. ربنا مش بعيد أبدا، قريب قوي، بس احنا مش حاسينه. طول ما الواحد غرقان في نفسه يبقى ربنا يسوع قريب منه جدا ومش شايف ومش حاسس، لأنك غرقان في نفسك، بتسمع نفسك وبتشوف نفسك وبتفكر في نفسك لما زهقت نفسك وطهقت نفسك وعذبت نفسك. أغلب الناس عايشة كده، عايش مع نفسه. يعني نفسك دي حاجة حلوة أوي عشان تقعد معاها كل ده؟ ما تطلع بره نفسك شوية. إن أراد أحد أن يكون لي تلميذا فلينكر نفسه. انساها، إيه نفسك دي يعني؟ انساها شوية، خلينا في المهم المفيد، ربنا له المجد. فالواحد طول ما هو مركز في نفسه مش عارف يحس بربنا. عشان كده تلاحظوا الخدمة ساعات تساعد، لأن الواحد لما بيخدم بينسى نفسه، يرجع خدام كتير يقول أنا شفت ربنا، أنا حسيت بربنا في الخدمة بالذات. ليه؟ لأنه بينسى نفسه، ينسى نفسه مع المريض، مع الغلبان، مع الشخص الأفريقي البسيط ده، مع لما بينسى نفسه بيرجع عنده إحساس أنا حسيت بربنا، إحساس ما حسيتوش أبدا، وأنا قاعد بذاكر وأنا قاعد بشتغل وأنا قاعد بتخانق وأنا قاعد بتجوز وأنا قاعد، ما أنت غرقان في نفسك. كل ما الواحد اتحصر واتحبس جوه نفسه، كل ما وقفت الرؤية خالص والإحساس، تعطل الإحساس بربنا. مش لأن ربنا بعيد، لأن أنت مش مركز غير مع نفسك. افتكروا لما الواحد يقول انا بقالي مدة مش حاسس بربنا، يبقى اول حاجة ايه؟ انت مركز مع نفسك زيادة. ولما تركز مع نفسك ساعات تشوفها كبيرة وساعات تشوفها صغيرة، والصورتين اسوأ من بعض، الحالتين يتعبوك. شايفها صغيرة تقع في غيرة وحقد وخناقات ومقارنات ويأس وصغر نفسه، تشوفها كبيرة تقع في إدانة وكبرياء وافتخار وتعالي وبلاوي. انت تنساها احسن، لا كبيره ولا صغيره، ملهاش لازمه اساسا. احنا مستنين بني ادم يعني ايه يعمل جميل معانا ويدينا قرش زياده ولا يشجعنا بكلمه. يا جدع، ربنا نفسه بيعدي عليك وبيطبطب عليك وبيشفيك وبيقومك مستني بشر. لغايه دلوقتي عينك على البشر اللي بيعدوا عليك، قاعد مستني مين اللي هيعدي عليك؟ ربنا نفسه بيعدي عليك، بس انت ما بتشوفش. يجتاز بيك ولا تشعر بيك. عمر ما حصل معاك موقف وبعد الموقف قلت اللي حصل ده ما ينفعش يكون غير تدخل إلهي، ده مش شغل بشر، اللي حصل ده كان ايد ربنا بجد، الرب في هذا المكان. لازم تكون حسيت بكده، ولازم تدوق الحتة دي كتير، عشان هي دي من يرى الابن ويؤمن بيه تكون له حياة أبدية، عشان بعد كده تتوقعه، تتلمسه، تلقطه بقى من الأول مش من الآخر، مش بعد ما يخلص الموقف تقول الله ده كان ربنا، أخيرا فهمت. ما هو ربنا من بدري. خلي بالكم أن الرؤية مش ضد الإيمان، أنت تحتاج أن ترى وتحتاج أن تؤمن، بس ترى مش لازم تشوف المسيح في مجده في التجلي يعني، لا، بس هتشوفه بطريقتك في ظروفك وتحس انك فعلا شفت ربنا. لازم توصل لدي قبل ما تموت،
لأن كل من يرى الابن ويؤمن به تكون له حياة أبدية. لو مش هتشوف ربنا يبقى ملكش نصيب في السماء. هو ذا يمر علي ولا أراه، يجتاز بي فلا أشعر بي، يعني بيعدي جنبي بس أنا مش بحس.